تحتفل مصر بذكرى ميلاد هدى شعراوي مؤسسة الحركة النسائية في مصر وأكثر الشخصيات دفاعاً عن حقوق المرأة وحريتها واستقلالها، إلا أن حياتها مرت بظروف صعبة جعلتها تتخلى ولو مؤقتاً عن بعض مبادئها. ولدت نور الهدى محمد سلطان الشعراوي عام 1879 في صعيد مصر لعائلة أرستقراطية، فوالدها محمد سلطان باشا أول رئيس مجلس النواب في عهد الخديوي توفيق عاشت التفرقة العنصرية العائلية بسبب تفضيل والديها لأخيها الأصغر ثم تزويجها وهي قاصر في سن 13 عاما لابن عمتها الذي يكبرها بأربعين عاما، إلا أنها اشترطت عليه أن يطلق زوجته الأولى ثم انفصلت عنه بعد عامين بسبب عودته لها، وبعد سنوات عادت له وأنجبت منه ثنية ومحمد. لها إسهامات قيمة في تطوير المجتمع من خلال تأسيس الجمعيات الخيرية والفكرية، إلا أن هناك مواقف في حياتها جعلتها تخالف مبادئها التي تعلمتها في أوروبا، خصوصاً تحرير المرأة، ربما بدافع الأمومة وحرصها على مستقبل أبنائها، فقد حاربت زواج ابنها محمد وفعلت كل شيء للتخلص من آثاره. أحب محمد المغنية فاطمة سري ونشأت بينهما علاقة سرية أثمرت عن حملها سفاحاً، مما جعله يكتب لها وثيقة تثبت أنها زوجته وأنها حامل في ابنه. ثارت ثورة هدى شعراوي بعدما علمت بالخبر واتهمت ابنها بأنه يحاول قتلها بهذا الزواج، وأعلنت الحرب على فاطمة باستغلال نفوذها تارة وبتهديدها بشرطة الآداب تارة أخرى. هرب محمد لأوروبا للتخلص من ضغوط أمه وبدأ خطة التهرب من زوجته وطفلتها ليلى، فاحتال عليها بعد عودته وأخذ منها ورقة إثبات الزوجية ثم قطع علاقته بها. لم تستسلم المغنية ورفعت قضية ثبوت نسب، وبعد سنوات من المرافعات والمداولات أنصفتها المحكمة وأثبتت نسب الطفلة لمحمد شعراوي، لكنها حرمت من ابنتها طوال حياتها. شاركنا برأيك، هل كانت حرب هدى شعراوي على المغنية بدافع الأمومة؟